لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات. إذن احنا مكملين معكم في هذه الحلقة الخارجية الاستثنائية من بترايد والبستنجي موتورز، وهلأ معانا الدكتور إياد البستنجي المدير التنفيذي لشركة بترايد. صباح الخير دكتور. صباح النور، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا فيك. يعني احنا تشرفنا صراحة إنه حلقتنا من هذا المكان الرائع، ولما عرفنا تفاصيل عن تطبيق بترايد شعرنا بالفخر بأنه تطبيق أردني وطني بخدم عدد كبير جدا من الناس ويساهم أيضا بإنعاش الاقتصاد الكلي. رهوفي شو بدك تسألي أول سؤال دكتور؟ أحب فيك كمان وصبح عليك وأشكرك على حسن الضيافة اليوم. أهلا وسهلا. وزي ما قالت نادي احنا كتير فخورين بهالتطبيق الوطني المرخص المحلي، ولكن قبل ما نبدأ نحكي عن بترايد ونسمع أكثر عن فكرة هالتطبيق بدنا نسألك عن مجموعة البستنجي. نبدأ سريعة عن تاريخ المجموعة وأعمالها. ستي أهلا وسهلا فيك وشرفتونا. الله يخليك. نحكي هيك لمحة سريعة عن البستنجي جروب. البستنجي جروب هي يعني تأسست بال 2005 لتجارة السيارات. قبل هالفترة بسنوات يعني بالسبعينات واحنا كانت بالمواد الغذائية والمجمدات بجنوب الأردن، يعني من عمان للعقبة. بال 2005 كانت انطلاقتنا لتجارة السيارات بعمان. الشركة الأم عندنا شركة عبد الله البستنجي وأولاده اللي هي الآن موجودة بالمنطقة الحرة بالزرقاء، هاي للتجارة الخارجية. في عنا مجموعة شركات بمحلية، شركة سياتل للاستيراد والتصدير، شركة القدوة لتجارة السيارات، وشركة البستنجي للسيارات. هذول بيمارسوا أنشطتهم داخل الأردن. هلأ عنا كمان بالإضافة لشركات برا الأردن، في عنا كار أند إكس بدبي وبالدنمارك، في عنا شركة منشن موتورز بألمانيا، وعنا أوفيس بأمريكا بدالاس. احنا يعني الحمد لله، وعنا كمان اوفيس بالفيروز بجوانزو بالصين. عنا انتشار واسع بكل القارات الحمد لله، وعنا البلان انه نوسع بافريقيا بكل منطقة ممكن انه فكروا يشتروا سيارات، احنا ان شاء الله راح يا سيدي نوصلها. هاي البستنجي بشكل عام. الشركات التابعة لكم دكتور؟ الشركات زي ما حكيت هدول الفروع. الفروع نعم، الفروع نعم اللي حكيت نعم عنها. طيب من أي منطلق فكرتوا إنكم أنتوا تتبنوا تطبيق ذكي زي أكيد تطبيق بترايد؟ هلا شوفي، إحنا يعني تجارة السيارات هي تجارة تقليدية، يعني أي حدا بيقدر يجي يعمل تجارة سيارات بغض النظر عن الكفاءة في إدارة البزنس. يعني فكرنا إنه نغير اللاين، يعني كمش كإشي بديل، كإشي بارالل، يعني موازي بالضبط. فيعني اللي هو الإشي اللي دارج هالأيام اللي هو الاي تي والتكنولوجيا المعلومات. فكونه احنا بنشتغل بالسيارات يعني بدنا إشي قريب بين وبين، يعني بالضبط. فكانت الفكرة انه نعمل تطبيق، يعني لما درسنا السوق شفنا انه يعني مش ما فيش ولا شركة وطنية بتشتغل هالبزنس. يعني ببداية 2019 يعني بلشت الأفكار، أخذنا الموافقات المبدئية والنهائية بشهر 7، والحمد لله عملنا تطبيق. يعني كان في البداية تطبيق بيسك، يعني كونوا منافسين شركات كبيرة، يعني حتى نقدم خدمة ونكون مميزين، يعني استقطبنا كل الكفاءات المبرمجين من شركات أجنبية وأردنية، عملنا تيم كبير، عملنا تيم بروفيشنال حتى انه ننتج تطبيق وطني انه يقدر ينافس. والبلان تبعتنا انه نوصل فيه زي ما وصلنا بالسيارات لكثير دول، انه نوصل بهالتطبيق. الله عليك. وهي كانت الفكرة. طبعا الحمد لله عملنا التطبيق، وعملنا كمان تأجير سيارات سياحية، وعمالنا انه منشغلها من خلال تطبيقات. يعني كمان هاي فكرة رائدة انه تستأجر سيارتك من خلال تطبيق ذكي. شوف هلا اليوم دكتور اياد، يعني مواكبه التكنولوجيا واضافه عنصر التكنولوجيا لاي بزنس اصبح ضروره، يعني مهم جدا ان نقرب من الثوره التكنولوجيه اللي عم نعيشها. قبل ما نحكي عن التحديات والصعوبات كونك ذكرتها، بدنا نوقف عند الاسم، لانه انا ونادي كثير لفتنا اسم بترايد، قد ايه بيحمل هويه اردنيه اصيله. كيف طلعتوا بهالاسم؟ والله شوفي، احنا يعني دائما بنحاول انه اي بزنس نفوت فيه او اي خدمه نفوت
نقدمها يعني انها تكون يعني شيء على مستوى انترناشونال، شيء جلوبال، شيء هاي كواليتي. فهلا احنا لما بلشنا بتطبيق ما كان يعني البلان تبعتنا انه نشغله بس بالاردن، احنا بدنا نشغله برا باوروبا بافريقيا، اوريدي اخذنا تراخيص لمجموعه دول حتى انه نشغله. فاحنا اخترنا شيء وطني حتى انه يكون يعني له تاثير مباشر وغير مباشر على الاردن، يعني يدعم السياحه، يدعم يعني مثلا احنا ماخذين بدول بافريقيا يمكن ما عمرهم سمعوا عن مثلا عن البتراء. هلا احنا لما نشغل بترا رايد يعني بيعمل جوجل لبترا يعني يعرف وين هي، يعني ينعكس بي بي بطريقه غير مباشره على السياحه وعلى الاقتصاد. هذا الهدف انه يعني احنا نحمل هالاسم الوطني اللي هو اصلا معروف ونوصله لناس اكثر ان شاء الله. يعني هذا الهدف الوطني وفكره الترويج السياحي غير المباشره من خلال اسم بترا رايد تقدرون عليها بشكل كبير. يعني لابد انكم تلقيتوا دعم كثير كبير من الجهات المختصه. قد ما يعني واضحه دعم اوفر، دعم اوفر. التحديات والصعوبات سيدي اللي واجهتوها. والله شوفي احنا يعني بالنسبه للتطبيق التحديات اللي كانت، اول شيء انه نجيب خدمة، نقدم خدمة ننافس فيها الشركات. نعم. والحمد لله يعني بجهود التيم الموجود اللي عنا انه قدرنا انه نقدم تطبيق رائع ومنافس لأكبر الشركات. تجاوزنا هاي التحدي الأول الصغير. التحدي الثاني اللي هو تشجيع الاستثمار اللي دعمونا في الهيئة قطاع النقل، اللي وزارة النقل، يعني توزيع غير عادل أبدا على السائقين المرخصين على الشركات. هلأ إحنا مجموعة شركات ترخصوا السنة، في كان شركات من العام، ففي جاب كبير، يعني شركات عندها 6000 رخصة وشركات جديدة عندها 375، فيعني عائق كبير جدا جدا يعني للاستمرار. يعني احنا لولا في دعم من البستنجي موتورز وخطتنا انه نطلع ونشغل برا، يعني على القوانين اللي موجوده يعني اي حد بفكر وبلاقي هيك دعم راح من ثاني شهر يسكر ويقول خلص. انا تعرف دكتور اياد، يعني احنا من خلالك انت باين عليك انك شخص مثقف وراقي، وحتى طريقه انتقاده محترمه ومرتبه. يعني احنا بس هذا الواقع، فان شاء الله الرساله توصل ان شاء الله. ان شاء الله يعني موعودين انه بالايام الجايه انه يعني يكون في دعم للشركات الجديدة اللي ترخصت وإن شاء الله. يعني إن شاء الله. في كمان يعني تحدي آخر اللي هو الشركات الغير مرخصة، يعني هاي شركات بتمارس نشاطها بالأردن بدون أي كوست. إحنا بندفع لوزارة النقل وللهيئة رسوم عالية جدا، يعني سواء إحنا اللي حصتنا 375 أو اللي حصته 6000 بيدفعوا نفس الرسوم. هلا في شركات ما بيدفعوا ولا دينار لا ضريبة الدخل لا مبيعات ولا رسوم تشغيل، مش مرخصين وحتى ما لهم أوفيس منهم نزلينها. بس قانونيا دكتور هدول يعني إذا تم إذا لقطوهم قانونيا يحاسبوا؟ لا يحاسبوا، بس شفنا يعني قبل كم من يوم كان تصريح بجريدة الرأي إنه وزارة الاقتصاد ما جاها ولا أي إشعار إنه بإغلاق التطبيقات الغير مرخصة. يعني ما هو طالما شوف الشخص يعني لما يكون مستفيد من أي خدمة هو مش كتير يعني رح يلفت انتباهه موضوع مرخص أو غير مرخص. صحيح. إحنا بما أننا سلطة رابعة يعني نتمنى طبعاً أنه يوصل صوت الدكتور بستنجي أكيد إلى الجهات المختصة، لأنه فعليا إحنا بحاجة. لما طلعنا على تفاصيل هذا التطبيق، هو تطبيق مشرف جدا، تطبيق مصداقيته عالية، الجماعة محترفين، في تيم كامل وراء هذا النجاح والإنجاز الأردني، بكفي انه اسم بترا موجود. صحيح. عليه. صحيح. فنناشدكم انه يعني تاخذوا هذا الموضوع بعين الاعتبار. واحنا يعني هيك اضافه صغيره، احنا يعني من الاولويات عندنا انه السائقين انه نخدمهم، نقدم لهم الخدمات اللي زي ما حكيت في بدايه الحلقه، تأمينات، صندوق ادخار، حتى عاملين لهم جائزة سيارة 2020 مكافأة. يعني السحب حيكون بشهر 2 إن شاء الله. ما شاء الله عليكم. بس إنه يجي ويسجل معنا ويشتغل يعني، وإحنا أي مشكلة الإدارة موجودة، يعني شركات ثانية بدك تبعث إيميل لبرا ما في عشوائية. هون المركز محلي، بيجي على المدير، بيجي على صاحب الشركة ومشكلته بتنحل بدقائق. يعني لا هذا إشي واضح إحنا لمسنا
بأنكم شركة محترمة وأصيلة وعريقة واسم بستنجي معروف. فإحنا ندعو أي شخص حابب أنه يغير من حياته، حابب أنه يحصل على مصدر دخل إضافي، أكيد وظيفة أكيد محترمة أكيد مؤمنة مع شركة أكيد محترمة. بنتمنى أنه أكبر عدد من الشباب اليوم اللي بسمعونا بتاخذوا صبايا كمان، لأنه إحنا بنشوف أنه في كابتنز صبايا كمان. أكيد في عندنا مجموعة صبايا، كثير منيح. شكرا دكتور. أهلا وسهلا، شرفتونا. يعني إحنا دائما نؤيد المنافسة الشريفة، ولكن أيضا يجب أن تكون عادلة. شكرا دكتور إياد المستنجي. فاصل ونعود. صح 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 ص